بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نشرح عن قاعدة اسمها كريمرز رول. هاي القاعدة بتطلع لنا قيم المتغيرات اللي موجودين عندنا باللينير سيستم أو باللينير إكويشنز. هي طريقة تانية غير غاوس جوردن، شوية أطول بس رح تطلع لنا الجواب بطريقة ممكن تكون أبسط. ركزوا معي عشان تفهموها كتير منيح. أول إشي رح نعمله هو إنه رح نكتب الماتريكس من غير ما نكتب الانسرز تبعونهم اللي هم كنا نرمز لهم بي. اول كولوم هون رح يكون اكس 1 0 4، وعندنا تاني كولوم واي رح يكون 0 2 -3، وعندنا زد رح يكون 2 1 0. شو رح نعمل؟ إن رح نتركها مثل ما هي، ما رح نزيد لها 9 8 2، بس خلينا نكتب هدول نكتبهم بماتريكس تكون 1 كولوم 9 8 -2. أول إشي خلينا نطلع الديتيرمينانت لهاي الماتريكس اللي موجودة قدامنا. طبعا أنا شرحت الديتيرمينانت بفيديوهات قبل بس رح أحلهم هون كمان مرة عشان نتذكرها. خلينا نأخذ الرو الأول، هنحط موجب سالب موجب. شو رح نساوي؟ حنقول 1 مضروبة بديتيرمينانت. شو رح نعمل؟ رح نقيم الكولوم والرو يلي فيهم الواحد، حيضل عنا 2 -3 1 0 -0، ما بفرق معانا شو كان موجود هون، بلس 2، وراح يكون عندنا 0 2 4 -3. شو راح تكون؟ راح يكون في عندنا هون 3 -0 -16، راح يعطينا -13، وهاي هي ديت A يعني الديتيرمينانت لهاي الماتريكس، وبنلاحظ انها ما بتساوي صفر، اذا انفيرتبل. خلينا نكتبها هون لانه رح نحتاجها بعدين. ديت اي طلعت معانا -13. الخطوة الثانية اللي رح نعملها هي انه رح نكتب نفس هاي الماتريكس بس رح نستبدل الكولوم تبع اكس بهذا الكولوم. يعني الماتريكس رح تصير هنا بهذا الشكل، حتصير 9 8 -2. هون رح يكون عندنا 0 2 -3، رح يكون عندنا 2 1 0. هاي هي الماتريكس. حطينا هذا ضلوا واي، هذا ضلوا زد، بس هون حطينا بي اللي هم الانسرز. هلا شو بدنا نساوي؟ نطلع الديتيرمينانت لهاي الماتريكس. كمان مره رح اخذ الرو الاول موجب سالب موجب. الديتيرمينانت تبعتها رح تكون، حنقول 9، رح نغطي الرو والكولوم يلي فيهم 9، رح يضل عندنا 2 -3 1 0 -0 مضروبه باي اشي ما بيفرق، بلس 2 مضروبة ب 8 2 -2 -3. هون رح يكون عندنا 27 -0 -40. الجواب تبعها رح يكون -13، ورح نسميه دي الاكس، وبرضو رح نكتبه عندنا هون لانه رح نحتاجه. دي الاكس equals كمان مرة -13. الخطوة الثالثة اللي رح نعملها هي انه رح نكتب نفس الماتريكس هاي بس رح نحط قيمة الجواب مكان الكولوم تبع واي. يعني رح ننقل الكولوم الاول مثل ما هو في قيمة اكس 1 0 4، الكولوم الثاني رح يكون 9 8 -2، والكولوم الثالث تبع الزي رح يكون زي ما هو هيك.
هاي هي الماتريكس الموجودة عنا. اوكي شو رح نعمل؟ رح نطلع الديتيرمينانت تبعتها، برضو رح اخذ الرو الاول، رح يكون موجب سالب موجب. الديتيرمينانت رح تكون كالتالي: 1 مضروبة ب 8 1 minus 2 0 minus 9 مضروبة ب 0 1 4 0، ويرح يكون عنا plus 2 0 8 4 minus 2. الأرقام رح يكونوا عنا هون 2 جبناها من هاي، plus 36 minus 64 equals to minus 26. برضو هاي القيمة رح نحتفظ فيها عنا عشان رح نستخدمها في الحل. رح نكتب dy equals to minus 26. اخر اشي رح نعمله انه رح نحط هذا الكولوم تبع الانسرز اللي هو هذا مكان الكولوم تبع انسرز الزد. الماتريكس رح تكون عنا كولوم الاكسز مثل ما هو 104، كولوم الواي مثل ما هو 02 minus 3، وهلأ رح نكتب هذا الكولوم اللي هو 9 8 and minus 2. هاي هي الماتريكس اللي صارت موجودة عنا. شو رح نعمل هلأ؟ رح نطلع الديتيرمينانت تبعتها، رح تكون رح نأخذ الرو الأول موجب سالب موجب. رح يكون عندي 1 مضروبة ب 2 8 minus 3 minus 2 minus 0 مضروبة ب whatever ما بيفرق عنا، plus 9 مضروبة 0 2 4 minus 3. رح يكون عنا 20 minus 0 minus 72 equals to minus 52، وبرضه رح نكتبها عنا هون على الدفتر minus 52. هلأ الإشي المهم عنا اللي هو القاعدة اللي رح نشرح عليها. طلعنا الديتيرمينانت للماتريكس الأصلية وحطينا الكولوم تبع الانسرز مرة مكان X مرة مكان Y مرة مكان Z، وطلعنا الديتيرمينانت لكل ماتريكس منهم. هلأ عشان نطلع قيمة X رح نقول دي ال X اللي طلعناها هون اللي هي minus 13 over that A. that A كانت برضو minus 13 is an equals to 1 وهي قيمة X. قيمة y نفس الشيء، دي ال y كانت minus 26 over minus 13 equals to 2 وهي قيمة ال y. ال z نفس الشيء، دي z كانت minus 52 over minus 13 equals to 4 وهي قيمة z. إذن ال answers تبعونا كانوا 1 2 and 4. هذا هو الحل تبع هاي الماتريكس. اذا احنا هلا اتعلمنا طريقة نجيب فيها الانسرز وقيم المتغيرات اللي موجودة عنا بالإكويجنز باستخدام الديتيرمينانت للماتريكس. لازم تكون ماتريكس مربعة. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، بتمنى لكم التوفيق. ما تنسوني من صالح الدعاء، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وإلى اللقاء في درس جديد.